استهل وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني زيارته بيروت بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دارته صباحا، وشدد خلال اللقاء على أن إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان. أكد الوزير الإيطالي أن لبنان يمكنه الاعتماد كليا على بلاده لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية، وأضاف: أما دعمنا للجيش فهو دعم كامل، ونحن نتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم. من جهته شكر ميقاتي إيطاليا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات، كما شكرها على مساهمتها في إطار قوات اليونيفيل وتضحيات جنودها في سبيل الاستقرار والأمن في جنوب لبنان، مؤكدا أمام ضيفه التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي 701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة. من جهة ثانية، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا في الأعياد المجيدة، متمنيا أن تحمل الأيام المقبلة السلام والأمان للجميع، وأن تتضافر كل الإرادات لإنقاذ لبنان واللبنانيين جميعا مما يعيشونه من أزمات مؤلمة. وقال ميقاتي: إننا عازمون على تذليل كل العقبات لإعادة جمع الشمل الحكومي واستكمال الخطوات التي بدأنا القيام بها لوضع لبنان على سكة التعافي والإنقاذ.